الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بهذا الدين القويم، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الرميان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأباء الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتناول أركان الإيمان، واليوم سنتناول الإيمان في اليوم الآخر، وهذا الكلام من خلال شرح مبسط وقد وصلنا في الأبيات: وقد أتت نكب القرآن ناطقة للموت والبعث والإسلام فابتسلا. هنا هنالك ميزان يقال كما قالوا عموم وشفاف بما عمل، وإنما الوزن حق منهم عز ألم تسمع إلى آية الأعراف المتبنى ولا الصراط بك السلم مثل ما زعموا، وما الحساب بعدل مثل ما ذهب. إلى هذه الآية إن شاء الله اليوم سنأتي. أولاً نأتي بالقضية الأولى وهو الموت. الموت هو مفارقة الروح للجسد، وكل الخلائق تفنى ويبقى الله عز وجل. والإنسان عندما يدرك لنفسه قوات هذه الحياة، هذا الأمر يجعله يستعد للقاء الله عز وجل، لأن الموت لا يأتي للكبير فقط أو للصغير فقط أو للمريض فقط، وإنما يأتي للصغير وللكبير، للرجل وللمرأة، للصحيح وللسقيم. كم صحيح معافى يسقط بين الناس صغيرا ميتا، وكم من كبير في السن يسقط ميتا، وكم من صغير يسقط ميتا، وكم من رجل وكم من امرأة. من الآن الآية التي أمام الناس بين الحين والآخر يشاهدونها في آية يستعد للقاء الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. الآن إلى نقطة أخرى بعد الموت، المكلفون ومن الجن يحاسبون عند الله عز وجل. وياتي النقطه الاولى بعد موت الانسان انتقل الى دار الاخرى. هذه الدار لا نعرف عن دنيا خير الا بما اخبرنا به وحده الله عز وجل. واخبرنا القران الكريم ان الناس الرسول يعذبون في القبر. كيف يعذبون؟ وما طريقه طبيعه هذا العذاب؟ نحن لا ندرك، لان الحواس محدوده التي يوهبها الله سبحانه وتعالى. لكن ثم ان الله اخبرنا واحد من القران الكريم من خلال ما جاء في الحديث النبوي، فنحن نؤمن اعتقادا وقوع هذا. فالقران قد اخبرنا عن فرعون مثلا، فنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الحساب ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فالقران اخبرنا انهم يعذبون، هؤلاء قوم فرعون ناس معهم على معصيه وعلى كفر بالله، هؤلاء يعذبون في القبر. طبيعة هذا العذاب نحن لا ندركه ولا نعرفه، وكل ما يعلم الإنسان فرعون نجى جسد من الله، نجى جسد وكل شيء ويكون أنف متعب، ولكن نحن نؤمن أيضا أن هذا الجسد منجى هو يعذب عند الله عز وجل. طبيعة هذا العذاب لا ندركه بين حواسنا بإدراكنا، لا ندرك هذا. الله عز وجل قد عذب عنا طبيعة هذا العذاب. هذه نقطة. ثم بعد ذلك تبعث الخلايا، هناك من انكر البعث، لكن الله سبحانه وتعالى أورانا في كون آيات تدل على البعث. كان الحبة الميتة تخرج منها آيات، والأرض الميتة لما ينزل عليها الماء تخرج منها آيات، أرض تنبت وتحيا بها الأرض. فهذه آيات كثيرة شاهدها هذا الإنسان أو من كان ميتا فأحييناه. هكذا النوم ينام الإنسان، وهذه هي الموتة الصغرى، فبعد ذلك يستيقظ ويعود إلى الحياة مرة أخرى، إلى الحياة هي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان مع هذا الإنسان من تعلمه بها. ثم قد يأتي الواحد كيف يدرك العذاب في حياة البرزخ وما إلى بين الموت والبعث. هذه طبعا قضية العذاب الله سبحانه وتعالى عذاب تعالى. أيضا نرينا بعض الآيات من الإنسان مثلا لما ينام، كم من نائم يرى أحيانا شيئا تفزعه، فإذا هذه الصورة مصبرة أيضا واضح ويستيقظ وكأنه كان في عذاب. وكم من نائم أيضا أحيانا في روضات وفي أمور أيضا وفي نعيم، وبعد ذلك يستيقظ ويدفع عنه كل ذلك. إذا هناك أشياء الله سبحانه وتعالى يوجد في الإنسان، بعض الأشياء التي تدل عليه اليوم من
الشر جميع الخلائق المؤمنون يثبتون الى ربهم المتقون، اما الذين عصوا والعياذ بالله فانهم يسرقون الى جهنم سوطا اكلا. ناتي الى قد ظهرت عند المسلمين قضايا متعدده في هذا الامر، وهي قضيه الاولى وهي قضيه الشفاعه. طبعا شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم حق، هذا الانسان يمكن يجاب عليها، ولكن ليست شفاعه الرسول هي من الكبائر، وليست شفاعه القران هي من الكبائر، لان هذا الصنعه الكبيره، وانما شفاعه الرسول وشفاعه الله بعد سياق كل ما ثبت في قضيه الشفاعه. فان الشفاعه هنا لزياده درجه في الجنه، زياده مؤمن اعمال وصلته الى الامر، وبالتالي زياده درجه في الجنه. وذاك القائل قال القران اقرا وارقى، ارتخش على القران يرتقي زياده درجات في الجنه. وهكذا فالمؤمن يشفع الرسول يخفف عليه العوائق في المحضر ويشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم زياده درجه في الجنه. وهكذا ذاك يقول القران كريم فما للظالمين من حميد ولا تطيع الظالم. الظالم اي من مات على معصيه الله عز وجل ومات على كبيره، هذا ظلم نفسه ان جاءت الله عز وجل، فبالتالي هذا ليس اهم الشفاعه، ليس الشفاعه هي الكبائر امتي. هكذا ثبت عندنا. قضيه اخرى لان طبعا لو كانت الشفاعه هي الكبائر لجاء الانسان وقال ما قيمه العمل؟ لماذا لا اعمل ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع لي وسيدخل الجنه؟ اذا هذا والعياذ بالله تضييع الاعمال، تضيع الاعمال الصالحه. لهذا سيقول الانسان لماذا سأعمل صالحا؟ لماذا سأصلي؟ لماذا لا اقع في الخمر والزنا وصلي الله؟ انا قد اطعت الرسول الكبار. اذا كان الانسان ياخذ عن شيء الاسلام كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضيه اخرى ظهرت ايضا قضيه البرود. البرود اي طبعا هو دخول النار. طبعا لا يدخل النار الا من استحقها الكفار ومن مات على كبيره. أما المؤمنون فالله عز وجل قال ذلك عن المعلمون لا يسمعون حسيسها وهم في مثل أنفسهم للذنب طبعا. فإذا هذا المؤمن مبعد عن النار وعن الورود كونها نار كذا. أما من مات على كفر ومات على شرك بالله عز وجل ومات على كبيرة من الكبائر فإن هذا هو المستحق أن يدخل نار جهنم. نأتي إلى قضية أخرى أيضا ظهرت عند المسلم قضية الصراط. بعضهم اعتقد على انه على مثل جهنم مصر تمر فيه الخلائق وقال يقول المكلفون فيه كل بحسب عمله، فالانسان مات على معصيه يسقط في النار، اما الذي مات على اطاعه فانه يخرج دون ان طبعا الصراط لا يوجد على مثل جهنم صراط لكنه عندنا، وانما الصراط في الاسلام اهدنا الصراط المستقيم الى طريق الاسلام. هكذا ثبت عندنا وليس كما يعتقد البعض لأنه على جسر جهنم يوجد خط أو جسر تمر فيه الخلائق فلا السابقة هي اليمين أولئك عنها يبعدون. وهنا نقول أيضا إذا كان في أمور الدنيا لما تأتي تكرم الإنسان هل تأتي تكرم الإنسان وتفزعه بالعذاب أم تكرم الإنسان بأن تستقبله استقبالا حسنا والله أعظم وأعدل من أن يقع في هذا الجانب أقبل إليه ولك إليه يوم قيام يوم جائزة يوم الفوز وليس يوم الاختبار ويوم أما الآية الكريمة وإن يكن إلا وعيدها أي الكفار طبعا كثير من القرآن من آيات التي سبقت هذه الآية فإنها تحكي عن المشركين فالقرآن بعد ذلك أقبل وأقبل وإن كنتم إلا وعيدها أي معاشر الكفار أي قريبونها جهنم أي تدخلونها. أما الآية الكريمة ثم من الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها طبعا هذا حديث عن واقع قبل دخول الخلائق أو قبل الدخول إلى الجنة أو إلى النار، فالذين الكفار قبل أن يدخلون الظالمين والكفار الكريمة لأن الله سبحانه وتعالى سيضعهم وينجي المؤمنين من أن يقعوا في أو أن يعاقبوا دون أن يعاقب في الكفار الذين وقعوا في مخالفة أمر الله أو بالإصرار على كبيرة فالكبائر هناك وعلى ذلك. نأتي إلى قضية أخرى من قضايا يوم القيامة وهي الميزان. لا أعتقد بعض أيضا أن الأعمال يوم القيامة تتجسم. وطبعا ليس هذا وإنما الوزن.